على بالكم بلي السيد راكم شوكيتوه، على بالك خلاص عاد يرقد بها وينوض بها هذه، على بالك قالها زوج خطرات دوك تسمعوا كلمة 11 اللاعب فيهم الطبيب وفيهم فيهم جي قالها زوج خطرات في هذا التصريح، على بالكم السيد توسوس خلاص يا ودي رفعوا شوية ايديكم عليه خلوه يهضر كيما يحب سيدي. التصريحات أنا ما نقولش عليها بأنها خطيرة ولكن أكثر من الخطورة، راح نسمع لكم هذه التصريحات، ولكن قبل ما نروحوا لهذه التصريحات نحن دائما نتكلم كرة قدم ونفضل باش نبقاو في كرة القدم. كاين واحد الأشخاص يقول لك هذاك واش يعرف كرة قدم، أنا الشيء اللي نعرفه على كرة القدم أنها مجرد لعبة وفي فريق واحد 11 لاعب، تلقى فيهم الطبيب وتلقى فيهم الأستاذ الجامعي وتلقى اللي ما قراش خلاص وتلقى الميكانيكي وتلقى التاجر والفلاح والصناعي وما إلى ذلك، كل هادو يجتمعوا في مقابلة في 11 واحد. اللي يقول لك أنت وين تعرف كرة القدم؟ كرة القدم عمرها ما كانت علوم تدرس في الجامعة، كرة القدم موهبة ولعبة والناس كل من حقهم يهضروا في كرة القدم. اللي يقول لك أنا نعرف كرة القدم، مش تعرف في كرة القدم؟ هل كرة القدم قريتها في الجامعة؟ ولكن هذا الناس يحبوا يفرضوا رأيهم ويحبوا يبينوا للعالم بأنهم هما اللي فور، هما اللي يعرفوا كلش، وفي الواقع كرة القدم تبقى مجرد لعبة. الجميع من حقهم يهضروا على كرة القدم، كل واحد من حقه يهضر، كل واحد من حقه يمد رأيه. هذوك ال 11 لاعب اللي يدخلوا في المقابلة كاين فيهم الطبيب وكان فيهم البلومبي وكاين الميكانيسيان وكاين الفلاح وكاين التاجر، هذوك ال 11 واحد هما اللي راحين يلعبوا المقابلة. نفس الشيء الأنصار في المدرجات كلهم يهتفوا ويشجعوا في الفريق، وتلقى فيهم تلقى الطبيب أيضا وتلقى التاجر في المدرجة. إذا حتى واحد ما يجي يفرض علينا رأيه ولا يقول لك أنا كنت وأنا نعرف وأنت ما تعرفش. اليوم هيا نقول لكم واحد الحاجة، على بالكم السيد راهو صاير، لكن ما خليته فيه ما خليتوها والله غير توسوس، عاد كل مرة يقول لكم من حق كل واحد يهضر، من حق كل واحد يهضر. أسيدي من هذا المنبر من اليوم رفعوا يديكم على حسين جناد، خلوه يحكي سيدي، معليش أسيدي راه فلاح ولا بيطاري ولا ما على باليش شنو خدمته، بصح من اليوم خلوه يهضر سيدي، اعطوا له حريه التعبير وخلوه يهضر. هاد القياديه ولا كيفاش تقول لهم كلتهم؟ كان جاز معايا في بلاطو نهضر معاه،